السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي فيس بوكس. نسجل دخولنا في هذه الحلقة ونمر فيها على آراء المدونين في مختلف القضايا الجديدة، بالإضافة إلى نظرة على مشاركة الموريتانيين في مسابقة قناة سكاي نيوز ولقاء مع مدون جديد. أهلا بكم. أثار القرار الذي اتخذته بلدية عرفات بتحريم التدخين ضجة في الفيسبوك، واختلفت الآراء حوله ما بين مؤيد له كخطوة حضارية ومخالف له باعتبارها غير قابلة للتطبيق. لما يلي نتابع بعض مما كتبه المدونون عن القرار. المدون عبد الرحمن محمد صالح أيد القرار بنبرة تهكمية قائلا: قرار بلدية عرفات بحظر التدخين في المقاطعة مهم ولكنه عصي على التطبيق، ولكن ما رأي الأغلبية؟ وحمل الكاتب الشيخ سيد عبد الله رأي بعض المدخنين حول القرار بقوله: أنا أدخن ومع ذلك أعجبني قرار بلدية عرفات، وأعترف أنه كان قرارا حضاريا متبعا في الكثير من بلدان العالم، ومن قدر الله له السفر الطويل سيشعر بذلك في المطارات وفي الأماكن العامة. أما المدون عبد الله مياه فقد أيد القرار وكتب بطرافة: نشيد بقرار بلدية عرفات بتحريم التدخين، ونتمنى أن تحذو جميع البلديات حذوها، لكن لا يقتصر على التدخين وحده، بل يضيف إليه الشم في الأماكن العامة والخاصة. وعبر سيدنا عزيز عن رأي المخالفين للقرار قائلا: يعتقد بعض السبجة أننا ضد قرارات حضارية ومدنية مطبقة في مدن عالمية كقرار تحريم الأكياس البلاستيكية والقرار البلدي الأخير الذي يمنع التدخين في مقاطعة عرفات، لكن نحن ضد القرارات الارتجالية التي يتخذها بعض البيروقراطيين الفاشلين والمنتخبين العاجزين عن توفير أبسط مقومات الحياة كالماء والكهرباء وبعض الخدمات الأساسية، ومنها تطوير منشآت رياضية وإيجاد ساحات عمومية نظيفة خالية من الأوساخ. كما عبرت المدونة مكفولة أحمد عن رأي المماثل بقولها: تكون المراقص بديلا عن المساجد في المجتمعات التي يكثر فيها الظلم وتطويع الدين لحماية السلطان، وتكون السجائر بديلا عن الحلوى في المجتمعات الأكثر كبتا لأفرادها، هي وسائل تعبير قبل أن تكون ترفيه. وحظى أحدها الناشط ريم تديرين بلهجة ساخرة قائلا: أتقدم إلى عمدة عرفات بتضرر من رائحة سيجارة من بيت من منزل الخليل للطيب في عرفات، وعليه أريد تطبيق القرار. أما المدون شقيط حتى النخاع فقد كتب متسائلا: ترى هل يشمل قرار تحريم التدخين الذي أصدره عمدة بلدية عرفات جارية البلدية من مستوطني فيسبوك؟ وكتب المدون زيد بيه الإمام على بلدية عرفات أن تستخدم التنويم الإيحائي، فهو يعتبر من أهم الطرق المستخدمة في الإقلاع عن التدخين، الإبداع ضرورة. فيديو الحلقة مقطع طريف نشرته إحدى الوسائل المحلية لطفلة صغيرة تتحدث عن مرور دراستها، وقد تداوله بعض المدونين، نشاهده فيما يلي. أنا كنت طفلة صغيرة، كنت أقرأ في التربية، أكبرت هذا العام وطلعت للمدرسة وجبرت أصدقاء جديدين ورأيت هنا معلمين كثيرين ورأيت هنا مدربين ورأيت هنا معلمين وهذا وجوها التربية بط مدرسة جوها إنه جميل جدا، وأنا أفرحت لأن جوها جميل. ثم بدأ هي جميلة ومعلمينها جميل ومدربينها جميل وأقسامها جميلة وتركتها جميلة وأصدقاء رأيتهم هنا أصدقاء جديدين، وأنا كنت عند التربية. بعد وصول الشاعرين سعد الهادي والشيخ البلعمش إلى الجولة الثانية من مسابقة أمير الشعراء، أخذ جزءا كبيرا من حالات المدونين اليومية فيسبوك رصد آراء بعض الناشطين حول الموضوع. الناشط مصطفى حمود علق على مشكلة التصويت للشاعرين بقوله: مع انطلاقة الموسم الخامس من برنامج أمير الشعراء كان الجميع من عشاق الشعر مطالبون بمواكبة هذا الحدث. الشاعر رقم 8 سعد الهادي يحتاج إلى تصويت الجميع، خاصة المغتربين الموجودين خارج موريتانيا، لأن الجهة المنظمة لم تدرج أرقام موريتانيا كخطوة إقصائية مفضوحة، ومع هذا أطالب الجميع بمشاركة هذا الحدث والتصويت بكثافة. عاشت موريتانيا وعاش الشعراء الشناقطة. وفي محاولة لبث التفاؤل كتب محمد محمود محمد أحمد:
بالشعر دخلت بلاد شنقيط التاريخ من أوسع أبوابه، واليوم تلج موريتانيا بالشعر أبواب الحاضر من بوابة شاطئ الراحة. أما مزيد الشيخ فقد دعا إلى تغيير لجنة التحكيم قائلا: أصدقائي وصديقاتي، ألا ترون معي أن لجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء جاثمة على صدر شاطئ الراحة منذ الأزل، وأنه يجب على القائمين على المسابقة أن يبدلوا لجنة التحكيم كل سنة؟ شخصيا أرى أن الشيخ سيد عبد الله مؤهل بكل المقاييس لأن يكون في أعضاء هذه اللجنة، ويجب أن يكون الحضور الموريتاني قويا في منبر الشعر العملاق. هذا ليس مشاركة فقط، بل التحكيم والتصوير. تحياتي. ومن وجهة نظر أخرى عبر عبد الرحمن سعيد عن رأيه قائلا: في الحقيقة لا أعرف سعد الهادي ولم أجالسه في حياتي، ولست معجبا أيضا بقصيدته التي شارك بها أمس، لكن مع ذلك سأصوت له وأرجو منه أن يستفيد مما كتبه الدكتور الشيخ السيد عبد الله أمس على صفحته، ثم أطلب منه أن يكون متفائلا وهادئا ووقورا. تحياتي. أما مصطفى وللبو فقد غاص في رأي مختلف قائلا: شاطئ الراحة سوق خاصة يتم فيه شراء الشعراء وبيعهم بالتصويت، ومحل يبيع الشعر ملفوفا بأوراق النخيل، وسيرك يقوم المهرج صلاح فضل بتنشيطه، ومركز إعادة تأهيل للمدمنين على التعالي والإقصاء من أنذار مرتاض وتميم. كتب دحمان المغاري ساخرا: كان الشاعر التقي للشيخ صادقا حين كتب عن أمير الشعراء مقالا بعنوان الشعر ينتحر على أسوار الأسماس. المدون الفدني محمد الحافظ الشيخ حاول إيصال صوت موريتانيين ومشاركين في مسابقات أخرى قائلا: صحيح أن موريتانيا بلد مليون شاعر، ولكن نريدها أيضا بلد مليون مبدع ومطور ومبرمج، وإذا كان سعد الهادي والشيخ البلعمش تم اختيارهما ليمثل موريتانيا في أمير الشعراء، فأنا أيضا تم اختياري لتمثيل موريتانيا في مسابقة إفريقيا لتطبيقات الأندرويد، وذلك بعد فوزي في النصف النهائي عن التطبيق الذي طورته. الكاتب حبيب الأحمد بدوره حمل صوت الذين لا يوافقون على استخدام الاسماس في الحكم على الشعراء قائلا: لست مقتنعا بأن الشعراء الموريتانيين سينجحون في مسابقة شعرية عربية تعتمد المال الملفوف بالاسماس كأهم وحدة نقدية للتعاطي مع النصوص الشعرية، ومع ذلك فسأصوت للرائعين الشيخ البلعمش وسعد الهادي. ألبوم الحلقة هذه المرة مجموعة من الصور التي شارك بها المدونون الموريتانيون في مسابقة نظرتي، والتي نظمتها صفحة قناة سكاي نيوز على الفيسبوك، بالتالي نتابع الصور وهي مرتبة حسب عدد الإعجابات. محمد عبد الرحيم مدون موريتاني وشاب نشط تحدث لبرنامج فيسبوك في فقرة ماذا يخطر في بالك عن دور المدونين والمطلوب منهم تجاه القضايا الوطنية. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. يخطر في بالي أن أتحدث عن الفيسبوك أو عن الواقع من منطق الفيسبوك، بمعنى أن أتحدث عنه كمدون كناشط بين ظفرين. يعني عندما أتحدث عن واقع الوطن بطريقة كما يتحدث عن المدونون، نجد أن الفيسبوك أصبح وسيلة جد فعالة لإيصال المعلومات والحصول عليها ومناقشة الآراء بسرعة شديدة جدا. يعني الرواية كيف نتخلق تناقش في الفيسبوك وتجبرها سابقة طلعوا حتى المواقع سابقة طلعوا الأخبار، وذي مزية كبيرة الفيسبوك. ثانيا مثلا أخبار مسألة اللي طلعت الآن انهارات خبر تحريم تدخين مقاطعة عرفات، قبل نطاق واسع وزخم كبير في الفيسبوك ما قبل لا في القنوات الوطنية ولا في الصحف ولا في شيء، وساعد الناس على إبداء آراءها ومناقشة الأمر وإعطاء فكرة عامة. إذا رأيي العام في الشارع تحول شو الفيسبوك. ثانيا يمكن نتحدث عن الفيسبوك من ناحية أنه كون أرواقيش، يعني خلق فرص لأن أرواقيش كانوا مبدعين في حياتهم الخاصة، جبروا فضاء يطبعوا عليه يكتبوا عليه خواطرهم يكتبوا عليه تدويناتهم يكتبوا عليه أمورهم الشخصية حالاتهم بالضبط ما لا يخطر في بالهم. تكون مبدعون ومبدعات وأصبح العالم يتواصل بصورة أكثر فعالية. الأمر الآخر علاقة الفيسبوك والله علاقة التدوين مباشر بقضايا الوطن،
في مسألة حساسة، نحن عندنا رواقيش ما شاء الله مبدعين وكتابات رائعة، يقير عادة يكتبوا ولاني بعد قال عراسي منهم عادة كتابات معدو لا روسهم، وذي رواية ما هي جيدة نهائيا. حد أعطاه مولانا ملكت أنه يكتب زين فيه، لا يسخر شيء من كتابة الوطن زين فيه، لا يتم يتكلم عن حالات وطنه وعن هذا من ما يتكلم عن الفساد قال بعد عن هذا من المشاكل الخالقة وذي من الأمور العالقة ومن الأمور بسيطة مخصرة مسيرة تنمية كاملة زين لا تكلموا عنها. وذي المناسبة فما شاء الله هم بدعين الفيسبوك يناقشوا ذا النوع من الأمور، عندهم سلاسل رائعة ومقدمين فيها ياسر زين زين في حد الله يثابه. مشاهدينا الكرام، برنامج فيسبوكس انتظار آرائكم وتدويناتكم ومشاركاتكم المختلفة عبر صفحتنا التفاعلية. يمكنكم إرسال مختلف الصور واللقطات لبثها في البرنامج، سواء رصدت مظاهر من الحياة أو عبرت عن آرائكم المختلفة. وإلى لقاء آخر، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله. إخوة إخوة.